من الامكانيات، اذا كان امكانيات على مستوى اللاعبين او على مستوى الاداره الفنيه من التوب تيمز على مستوى العالم، بيقول ده كان يمكن لقاء او نهائي مبكر. شفت اللقاء ازاي ده؟ مباراه قويه جدا. خلينا الاول نقول يا كابتن ان المباراه دي بتضم التشكيله الاغلى في بطوله دوري ابطال اوروبا الموسم ده. فرقه مانشستر سيتي الفريق الاغلى في بطوله اوروبا قيمه سوقيه بمليون واربعه من مليار مليار سوري واربعه من عشره واربعه من ميه، يعني مليار وحاجه بسيطه جدا، مليون و400 مليار و400 مليون يورو. على الناحيه على الجانب الثاني مليار الا حاجه بسيطه 94 وفاصل كسر يعني من 10. القيمه التسويقيه للمان سيتي اكبر من القيمه التسويقيه للبي نجوم بيسجي. نجوم صغيرين، انت عارف حضرتك دي بتحكم فيها في اوروبا، نجوم صغيرين صغار السن ليهم سعر عالي، دي بروين، رحيم ستيرلينج، رياض محرز، حتى روبن دياز المدافع القوي جدا واللي سعره غالي في اوروبا، وكانسيلو وامريك لابورتو كلهم لعيبه سعرهم عالي جدا، ونص الملعب عندهم برناردو سيلفا مجموعه. صحيح. المهم ان المباراه دي يعني تقريبا هنقدر نقول ان الفرقتين القيمه السوقيه واحده، مليار يورو لكل فرقه، مليار يورو كان بيجري على ارض الملعب. انت بتلاقي دوريات كامله تشكيلتها ما بتساويش مليار يورو، المباراه دي كان بيجري فيها 2 مليار يورو على ارض الملعب. مباراه قويه جدا، مباراه اهميتها في النجم الكبير ليونيل ميسي. ليونيل ميسي اخيرا بعد الانتقادات وبعد الاسبوع اللي فات واللي حصل لما غيروا بوكوتينيو وشالوا من المباراه والهيصه اللي حصلت في العالم، وازاي ميسي يطلع وهل في مدير فني يجرؤ على اخراج ميسي بشكل فني، ولكن ميسي بيقاتل في المباراه دي، بيظهر بشكل مختلف تماما، بيقدر يسجل هدف، كان عنصر مهم جدا في نص الملعب لزمايله في تحريك اللعب في وسط الملعب وتمرير الكرات وحتى الدور الدفاعي، وده اللي شفناه في الدقيقه 91 الركله الحره اللي اثارت الجدل اللي انبرى ليها رياض محرز، وشفنا ميسي بينام وبيستلقي خلف حائط الصد، الحركه الفنيه الجديده اللي بنشوفها من مدربين اوروبا. صحيح صحيح، هو ده بيدل كمان ان ميسي زي ما انت بتقول، انا طبعا شفت المباراه، وان ميسي بدا يلاقي نفسه وسط المجموعه الكبيره، التفاهم الكبير ما بينه وبين نيمار ومبابي بيعمل شغل، وكمان الهدف اللي جابه يمكن فرحته بهذا الهدف بتحس انه لا رجع، اداله ثقه كبيره يا كابتن الفتره الجايه، كبيره جدا جدا. المباراه كانت مباراه قويه جدا، انت قلت طبعا مباراه ما بين فرقتين يمكن يعني التسويق او العائد التسويقي بالنسبه للاعبين اكبر فرق العالم. ده طبعا ترتيب المجموعه يمكن بعد الجوله، يمكن باريس سان جيرمان يمكن طبعا في المركز الاول، كلوب بروج في المركز الثاني، ده مجموعه المان سيتي في المركز الثالث ولايبسيك في المركز الرابع. خلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا يا هاب في المباراه ديت، وزي انت ما بتقول بتتكلم على روح باريس سان جيرمان بوجود ميسي دلوقتي، بتتكلم على، ويمكن ده كان في تعليقات يمكن تابعت معايا الانترو، ان كان في تعليقات على هو ميسي بيعمل كده ليه، حتى يمكن نيمار على الانستجرام بتاعه قال له انت بتعمل كده ليه. انت من وجهه نظرك شايف ان دي اهانه لميسي، ولا شايف ان ده دور قيادي لميسي، وان ميسي خايف جدا على الفوز وكان بيعمل كده من محض ان هو يعني داخل في المباراه بشكل كبير؟ يعني ميسي يا كابتن خلينا نقول عايز يعصر على نفسه في المكان الجديد، عايز يقول ان انا مش عاله، ان انا مش جاي الفرقه دي، ان انا انتهيت بعد برشلونه، وده رساله مهمه جدا كان ميسي حابب يوجهها للعالم كله، ان هو بيقوله ميسي مع برشلونه، زي السمك بيقوله سمك في ميه، هو طلع من برشلونه مش يتالق في فريق تاني، لا ميسي كان عايز يوجه رساله للعالم كله ان انا موجود، ان انا ميسي ما انتهتش. من وجهه نظري الشخصيه مش شايف فيها اي مشكله خالص اللي عمله ميسي، خاصه ان التعليق البسيط ليه اللي بعد المباراه قال ان اللي كان بيقوم بالدور ده مين؟ ماركو فيراتي. بالظبط. ماركو فيراتي حصل ليه تبديل قبل المباراه، وقال ان انا مش شايف فيها اي مشكله، بدليل ان بعد الركله دي، لان كان في كام دقيقه وقت بدا ضايع، احتسبت ركله حره ثانيه لمانشستر سيتي، مين اللي استلقى في الارض ونام خلف الحائط؟ امبابي. هو حتى ميسي رد وقال ان ما فيهاش اي مشكله، بدليل ان بعد كده امبابي هو اللي استلقى في الارض في الكره الثانيه. بالعكس انا شايف ان ده شيء جميل جدا، ان نجم كبير بحجم ميسي انه يعمل كده، ده دليل هو واحد من الفريق وبيلعبوا تيم وورك، مين اللي بيقوم بالادوار، لو الدور ده موزع لاحد اللعيبه تم استبداله، هو عارف وفاهم ان الدور ده مهم جدا، وخاصه ان هو مباراة ليه يا كابتن كمان من تلقاء نفسه، ما حدش قال له يعني، حتى بعد تعليقات سكالوني، حتى بعد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الارجنتيني بيقول ميسي هتقول له اقف، يعني انت عارف حضرتك كنت مدافع وعارف في لعيب بيقف طبعًا تحت جنب القائم في الكرات الثابته مع حارس المرمى، حارس المرمى بياخد جنبه ولعيب بيقف جنب القائم، فحتى هو قال لك لو ميسي طلبت منه يقف جنب القائم، طلبت منه يستلقي في الارض، عملت اي حاجه، هو عايز فوز فرقته،
ميسي بيبحث عن الفوز بس. طب تعالى يا ايهاب نشوف برضو احصائيات مباراه المان سيتي وباريس سان جيرمان. طبعا وفوز باريس سان جيرمان 2-0. الفرص طبعا 7 لصالح المان سيتي بدون اهداف. باريس سان جيرمان رقم اعتقد جيد ووحش. الفرص 3، قدر من 3 فرص يحرز هدفين، ده شيء جيد جدا. الاهداف المتوقعه كانت لصالح المان سيتي 2.4 مقابل 0.9 للبي اس جي. نسبه الاستحواذ كان للمان سيتي ب 57% مقابل 43. التمريرات ال 583 للمان سيتي منها 505 صحيحه بنسبه 87% مقابل باريس سان جيرمان بنسبه 88%. تصويبات على المرمى 15 لصالح المان سيتي، منها 7 داخل ما بين القائم والعارضه مقابل 5 تصويبات فقط لبي اس جي ما بينهم الثلاثه، يعني ما بين القائم والعارضه. 24 عرضيه مقابل 3 لصالح طبعا 24 للمان سيتي. 10 ركنيات مقابل ركنيتين لباريس سان جيرمان. لو الحد شاف الارقام ديت بشكل مباشر يقول ان طبيعي تفوق واضح للمان سيتي، ويمكن اللي ما يعرفش النتيجه بالارقام دي يقول لك لا الفوز كان قريب. سيتي كسب 5 بالظبط. انا لا تعليق على المباراه دي على فريق السيتي، ان احنا نقدر نقول عليه زي ما بيقولوا عندنا في العرب كده ضجيج بلا طحين، هو هيصه بس يعني صوت، انما التاثير. وده اللي حصل، انتقادات في انجلترا قويه جدا لجوارديولا في الوقت ده. الجانب الفني يا كابتن في المباراه اثبت ان فريق مانشستر سيتي محتاج حاليا راس حربه قناص. ده صحيح. فرقه بتعمل عرضيات 24 عرضيه زي ما حضرتك بتقول، ركنيات 10 ركنيات. الفرقه ده يعني محاوطه، احنا شفنا المباراه تقريبا حط باريس سان جيرمان في الشوطين في نص ملعبه. هو انت خلي بالك من 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 3 فرص بي اس جي، 3 فرص بس هم عندهم اكتر من 9 فرص. ان رغم وجود مدافعين غاليين جدا، اشتروا روبن دياز اقوى مدافع في اوروبا اللي واخد السنه دي متوج بجائزه افضل مدافع في اوروبا، الا ان علامات كبيره جدا على دفاع مانشستر سيتي. حتى ماتش لايبزيج اللي فات اللي كسبوه 6-3، لو تلاحظ حضرتك ساعتها ما اتكلمنا كان جوارديولا مش مبسوط بعد المباراه، دخل فيه 3 اهداف كانت برضو نسبه كبيره من الاهداف، وعلى ملعبه هناك في انجلترا 6-3. بمناسبه جارديولا و